لما اتكلمت على المهندس احمد مجاهد صديقي العزيز وقلت على الجملة اللي قالها لنا وطلع وقال ليس كل ما يعرف يقال، انا برددها لكم كتير عشان تحفظوها، ودي كانت اعتقد مقولة لسيدنا علي بن ابي طالب. ف وقلت وقتها ان الاهلي لما قال، لما طلع احمد مجاهد قال كده في وسائل الاعلام ان المنتخب هيلعب بكامل نجومه في كاس الامم، والاهلي هيلعب بكامل نجومه في كاس العالم. طب يا فندم في تعارض، دي 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 اصلها مش كيمياء، دي واضحه، دي حاجه هتخلص يوم 6 وحاجه هتبدا يوم 3، والاهلي يلعب يوم 5، الا حاجه من اتنين، يا انت متاكد ان احنا هنخرج بره الدور الاولاني او التاني مثلا يعني في كاس الامم، وما اعتقدش، او هتتاجل كاس الامم. ماشي، وقلت ان المهندس احمد مجاهد راجل يعني في الدوحه كان موجود مع صناع القرارات في العالم كله، انفانتينو بقى والمكتب التنفيذي، ولما طلع انفانتينو لمح بالتاجيل قلت الراجل اكيد بقى خلاص يبقى هو سمع منهم، فطلع قال لك ليس كل ما يعرف يقال، على اعتبار انه كان قاعد في اللوبي حد من الناس في الاتحاد الدولي او في الكاف قال له تصدق ده هيأجلهم افريقيا، فجري ليس كل ما يعرف يقال جري. ماشي، قام الاهلي برضو ذكي عمل حاجه اسمها بيان التدبيس، في تدبيس معده وفي تدبيس موقف وفي تدبيس مجاهد عشان يبقى قد قوله. بتلاقي اخبار جايه الوقت من قطر يقول لك الكابتن الخطيب قاعد مع المهندس هاني بوريده يشوف حل في موضوع كاس العالم للانديه. طب الاهلي عمل بيان بيشكر فيه مجاهد بعد ما حل المشكله مجاهد. طب النهارده الاتحاد الافريقي قال هتتلعب كاس الامم، هتعمل ايه يا عم الحاج بقى مع النادي الاهلي؟ ده اسمه ايه؟ ليس كل ما يعرف يقال. احمد مجاد انصحك اسحب هذا التصريح فورا، ولو ان انت ماشي من 5 يناير فقصة مش فارقة يعني.